المركزي المصري يعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% متناقصة بجميع البنوك. وزارة التموين تؤكد أن الاحتياطية من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي حاجات البلاد لفترات طويلة. وأسعار النفط ترتفع وسط آمال بأثر اقتصادي محدود لتفشي فيروس كورونا. مشاهدينا اهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل والى التفاصيل، حيث اكد البنك المركزي المصري ان مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه والتي تم الاعلان عنها في ديسمبر الماضي والمخصصة لمتوسط الدخل بفائدة 10% متناقصة تم تفعيلها بالبنوك. واضاف البنك ان شرط ان تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب كي تشملها المبادرة يمكن ان يكون عند اي مرحلة من مراحل التعاقد، سواء عند التعاقد او عند التسليم، لكن يجب أن يتضمنها العقد المبرم بين المشتري وبين البائع سواء كان شركة أو فرد. كان المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسط الدخل من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة حدها الأقصى 20 عاما. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم. قال المصلحي أن وزارة التموين تمارس دورها لضمان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار الأسواق. وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف امتلاك احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر من المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك. شهدت أسعار الخضر تراجعا كبيرا في أسواق التجزئة منذ بداية العام الجاري، كما انخفضت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، فيما سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في الأسعار بنسبة تصل إلى 20%. نتابع. في الأسواق المصرية دائما ما تكثر الحكايات، لكنها حكايات الأسعار التي تخضع في النهاية لما يسمى بنظام العرض والطلب والإتاحة أيضا. فهنا وقف أبو سعيد لاختيار ما يحتاجه من الأسماك. عمره الطويل الذي قضاه فتح له مجالا كبيرا للتقلب بين الأسواق والتقلب أيضا بين الأسعار التي وجد فيها انخفاضا ملحوظا في الشهور الأخيرة، خاصة في الأسماك منها. مش السمك بس، الخضار، الطماطم، البطاطس، الأسعار نازلة وكويسة الحمد بفضل الله تعالى يعني. وبالتجول في هذا السوق فإن الحديث بها لم يختلف كثيرا في الخضر منها، فعملية الاختيار بين السلع والتباين الأسعار بها أتاح للمواطن مجالا لاختيار الأرخص منها والأجود بعد ثبات أسعارها في الشهور الأخيرة. أنا كمواطن الحقيقة بشعر بالفخر لما يكون في عندي بلدي صوبة زراعية موجودة بتنتج خضر وفاكهة، أولا مطابق للمواصفات، اثنين هندسة وراثية معمولها حساب تماما، فبعدنا بقى عن الهرمونات وعن الهيجينز والحاجات الغريبة دي. هي الطماطم أسعارها مش موحدة على فكرة، اللي هي المستوية بيبيعوها بجنيه بجنيه ونص، الجامدة شوية باتنين جنيه ونص، اللي فيه بقى بخمسة وفيه بقى بستة، يعني حسب بقى ما هم عايزين يبيعوا. الأمر أيضا لم يختلف كثيرا عن اللحوم الحمراء، فأسعارها التي شهدت انخفاضا ملحوظا أرجعه القائمون عليها إلى سياسات الدولة في التوسع في الاستزراع الحيواني. هي نسبة تقريبا حوالي 20% دلوقتي، إنما لغاية من شهر فات كده كانت نزلت حوالي 35%. لأن الصورة في هذا المكان قد اختلفت قليلا، فقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا وصل إلى 20% بأسعارها، والسبب بحسب القائمين عليها زيادة في الطلب وانخفاض في درجات الحرارة الأسابيع الماضية. الأول كانت للزبون المستهلك ب 25 جنيه، النهارده بحاجة و30 جنيه، 32 33 دي أقل حاجة. بورصتها 28 جنيه على البورصة. على أي حال فإن المشهد بحسب خبراء يقول إن القادم أفضل، وانخفاض الأسعار بات سبيلا للمواطن بعد جهود الدولة في إنشاء الصوب الزراعية ومزارع الاستزراع السمكية والحيوانية. رمضان الشحات، النيل.
عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماعا مع عادل الغضباني محافظ بورسعيد لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة. وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد عددا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، كما تم تناول ملف تحديث المخطط الاستراتيجي لبورسعيد. وحول مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، فإنه جاري تنفيذ 1495 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، و201 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة بور فؤاد بها 4681 وحدة سكنية. بحث المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة. بحث معهم مجالات وفرص الاستثمار المتاحة وإمكانية استفادة المستثمرين من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها والتابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة. وأكد عبد الوهاب أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيدا لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي. وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة ثاني طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز إيرباص A320 قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية من مدينة تولوز بفرنسا، وذلك من أصل 15 طائرة من نفس الطراز تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصر للطيران. وذكر بيان لمصر للطيران أن الطائرة الجديدة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها. إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي ذكر عن أو ذكر زيادة استهلاك القطن المصري خلال الربع الأول للموسم الزراعي 2019-2020 بنسبة وصلت إلى 14.1%. أضاف الجهاز أن إجمالي الاستهلاك قد بلغ 29.3 آلاف قنطار متري في مقابل 25.7 آلاف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق. وأرجع الجهاز زيادة الاستهلاك من الأقطان المحلية خلال تلك الفترة إلى زيادة الإنتاج. نتحول إلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية قبيل ختام تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 694.2 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.47%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة EGX 70 0.43%، كذلك شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 بنسبة 0.9%. وللمزيد من المتابعة حول أداء البورصة المصرية اليوم معنا على الهاتف الأستاذ أحمد سعد خبير أسواق من البداية. أستاذ أحمد أهلا بك معنا، تقييمك لأداء المؤشرات اليوم وعلى ارتفاع الجماعي قبيل ختام الجلسة وقبيل جلسة نهاية الأسبوع. أهلا وسهلا بحضرتك. توقعات بتثبيت الفائدة غدا إن شاء الله، شراء مفروض من الأفراد العرب والمصريين ان شاء الله السوق ما يكسرش 13,640، نفضل محافظين على نص 13,700. استاذ احمد عفوا، قبل التوقعات تقييمك لجلسه اليوم واسباب الارتفاعات. ابرز الصفقات النهارده، طبعا السوق معظم التنفيذ النهارده صفقات، عندنا ابرز الصفقات النهارده استهلاك الدخان 101 مليون، وام جروب 33 مليون، والتجاري 168 مليون، وكريدي اجريكول ودوم. دي ابرز الصفقات. السوق النهارده كان شراء ملحوظ من المؤسسات المصريه والافراد المصريين والافراد العرب. نعم. طبعا مترقبين خبر ايجابي للغاز، او وبكره ان شاء الله برضو مترقب او توقعات بانخفاض الفائده غدا، فنستثمر اكبر على الشراء، ومتوقعين ان شاء الله بتخفيض الفائده غدا يعني.
نعم الأستاذ أحمد سعد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك. قال مصدر مطلع اليوم إن لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية. قال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة، ولكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة، ويتعين على لبنان الذي يواجه أزمة مالية كبيرة سداد سندات دولية مستحقة في 9 مارس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجاري كبير، لكنه ليس واثقا مما إذا كان سيستكمل أو سيستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. ويسعى مفاوضون منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة وصول أكبر إلى أسواق المنتجات الألبان والدواجن الهندية وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، إذ بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما مستوى قياسي عند 142.6 مليار دولار في 2018. أخيرا، ومع مجموعة أو في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعاره اليوم، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني، ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر. وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا ووصل إلى 58.26 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي 55 سنتا وصل إلى 52.60 دولار للبرميل. انتهت النشرة مشاهدينا، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. المركزي المصري يعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% متناقصة بجميع البنوك. ووزارة التموين تؤكد أن الاحتياطية من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي حاجات البلاد لفترات طويلة. وأسعار النفط ترتفع وسط آمال بآثار اقتصادية محدودة لتفشي فيروس كورونا. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليك، وعلى رأس الساعة في تمام 3 موجز لأهم الأنباء. تحياتي.